الحكومة الإسرائيلية، وقبلها هنقول إنه في وفد وزاري، إذا ذهبنا للشأن الفلسطيني، وفد وزاري من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وصل أو عقد اليوم لقاءات مع المسؤولين المصريين في إطار التنسيق المشترك لإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذ مبادرة السيد الرئيس. نائب رئيس الوزراء نقل تحية الرئيس أبو مازن للرئيس وتأكيده على الشراكة المصرية الفلسطينية على مصر، طبعا ملف الإعمار بجانب بقى على يعني هناك ملفين، ملف الفصائل وملف الإعمار. ملف الإعمار ده ملف بالنسبة لنا مهم جدا وسيبقى ملف رئيسي سواء بقى اتفقت الفصائل أو لم تتفق. خلونا نذهب إلى ما حدث أيضا في إسرائيل بالأمس، وهو منح الكنيسة الإسرائيلي الحكومة الجديدة الثقة بأغلبية هشة 60 مقابل 59. كده نتنياهو في مقاعد المعارضة، ولكن احنا أمامنا رئيس وزراء جديد هو اليميني المتطرف نفتالي بنت. يعني الحقيقة يعني احنا بنتكلم على حكومة يمينية بشكل كبير، ولكن فيها عدد كبير من الأحزاب الأخرى، منها حزب عربي، ولكن يعني يسمونه بأنه القائمة العربية الموحدة، ولكن يتحدثون أنه جناح منه إخوان العرب هناك. خلونا نتعرف على هذه الحكومة، وبعض المحللين قالوا لي بكرة نتندم على حكومة بيبي نتنياهو ونعتبرها كانت حكومة لطيفة وكانت حكومة يعني إيه مش يمينية يسارية. فنحن الآن أمام التطرف بعينه في هذه الحكومة الجديدة. معي على الهاتف من رام الله دكتور أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. أهلا. مرحبا. يعني خليني ابدا اولا بجهود الاعمار ووفد من السلطه برئاسه السيد زياد ابو عمرو وصل اليوم الى او عقد اليوم اجتماعات في القاهره، ماذا نتوقع من هذه الاجتماعات؟ ماذا يحمل الوفد الفلسطيني في جعبته؟ اليوم فعلا هو وصل يوم الاحد الوفد الى القاهره برئاسه الدكتور زياد ابو عمرو نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعه 4 وزراء الحقيقه المعنيين بقضيه الاعمار، وزير الاسكان والاشغال العامه، وزير الاقتصاد، وزير الزراعه، وزير الحكم المحلي. واليوم كان في سلسله من الاجتماعات عقدت مع المسؤولين في مصر ومع ايضا وزراء ونظائرهم في مصر بشان الموضوع الاساس والذي يهمنا وايضا يهم مصر وهو على جدول الاولويات بالنسبه لنا بشكل مشترك، وهو اعاده الاعمار في قطاع غزه في ضوء العدوان الاسرائيلي الاخير على شعبنا هناك، وايضا ما خلفوا هذا العدوان من دمار سواء كان في البنيه الاقتصاديه على او الزراعيه او في البنيه التحتيه او فيما يتعلق ب ايضا المساكن للمواطنين، واللي اضطر يعني عدد كبير اكثر من 5000 عائله يعني تضررت منازلها بشكل كلي او جزئي. حسب ما فهمت من الدكتور زياد انه الاجتماعات كانت مثمره بناءه في اتفاق على مجمل القضايا وعلى ايضا الآليات وكيفية البدء في ذلك، وأنا أعتقد أن هذا التشاور والتنسيق مهم جدا، خاصة أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أول المبادرين في العالم من يعني دعا وتقدم بتبرع سخي من قبل مصر بإعادة الأعمار ب 500 مليون دولار، وأنا أعتقد هذه المبادرة يعني سوف تفتح الطريق أمام أيضا مبادرات عربية ودولية من شأنها أن يعني أن تؤدي
إلى تجميع إطار دولي كما جرى عام 2014 في مصر عندما استضافت مصر مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكن معالي الوزير، هل نتوقع الحقيقة، كيف نتوقع إعمارا في ظل الخلاف؟ يعني بمعنى هل يمكن أن يكون يعني بلاش أقول الخلاف، عدم الاتفاق بين الفصائل يعني عائقا أمام القدرة الواسعة على الإعمار؟ يعني أنا أتفق معك أنه بحاجة للاتفاق، وخاصة أنه في حكومة أمر واقع تديرها حماس في قطاع غزة. هذا أمر ليس من جديد، ومنذ أن قامت حركة حماس بالانقلاب عام 2007 إلى الآن وهي تدير قطاع غزة. هذا أمر يعني ندركه تماما، والطريق الوحيد والمتاح أمامنا هو أن طريق المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى ملف الإعمار، ملف تقديم المساعدات الإغاثية، ملف أيضا المعاش الاقتصادي، ومعالجة كافة القضايا اللي بيعانيها أبناء شعبنا في غزة. هذا جانب سياسي منه، لكن العالم كله متفق الآن أن إعادة الإعمار بحاجة لمتطلبين أساسيين. المتطلب الأول هو أن يكون هناك أفق سياسي، لأنه العالم لن يمول إعادة إعمار كل عدة سنوات، وبالتالي بدون أفق سياسي هذا وصف للدمار مجددا. الأمر الآخر اللي أيضا بحاجة إعادة الإعمار بحاجة لحكومة أيضا شرعية تشرف عليه. يعني هالمسألة ليست مسألة اتفاق فصائل لا تقرر الأحزاب السياسية والقوى السياسية، لا تقرر ولا تشكل مجلس إعمار ولا تشكل الحكومة التي تشكل مجلس إعمار، والحكومة الرسمية والشرعية هي الحكومة الفلسطينية التي يتعامل العالم معها، والتي يعني لديها المصداقية، واللي من الممكن أن إذا كان في هناك أي تبرعات أو أي مساعدات فيما يتعلق بإعادة الإعمار يجب أن يكون من خلالها. بالتالي أنا أعتقد اليوم هذه الجوانب فيما يتعلق في الجوانب الفنية، فيما يتعلق في جوانب التحضيرات، يعني كان في هناك اتفاق إجمالي عليها. فيما يتعلق في الموضوع السياسي وهو أيضا واحدة من مشمولات اللي يعني مصر تقوم فيها منذ سنوات وليس اليوم، هو ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. وأنا بعتقد اليوم أمام يعني في يد مصر ثلاثة قضايا رئيسية تهتم فيها بالشأن الفلسطيني. الملف الأول هو ملف الانقسام، ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. الملف الثاني هو ملف التهدئة المتعلق ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء توصل مصر إلى وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن يوم 21 مايو أيار الماضي. والملف الثالث هو إعادة الإعمار. اليوم مصر تحظى بدعم وتفويض دولي وإقليمي وعربي في هذه الملفات، ولديها أيضا القدرة على التحرك بهذا الاتجاه، ولديها التفاهم أيضا مع منظمة التحرير الفلسطينية. دكتور، يعني ما كنتش عايز أقول هذه الجملة، ولكن هل يمكن أن نتعلم من الأعداء؟ يعني الحكومة الإسرائيلية الآن هي حكومة تضم 8 أحزاب، يعني إذا كان الإسرائيليون استطاعوا أن هم يجمعوا يعني يمين وشمال وإسلاميين وإخوان ويعني كل هؤلاء الفرقاء داخل حكومة، ده في 2 رؤساء وزراء هيتناوبوا على الحكومة، فإذا كان الأعداء يعني بوصل لمرحلة أقول هل يمكن أن نتعلم من الأعداء؟ كيف يمكن أن نشكل حكومة وحدة وطنية؟ هنا كلمني بقى على الحكومة الإسرائيلية. يعني توصيفك دقيق الحقيقة. يعني أنا أسفة في هذا التوصيف بجد، يعني والله لا هو دقيق بصراحة، يعني مش راح نختلف عليه، يعني لا أعتقد أنه يعني في خلاف عليه، وهذا درس يعني لازم نتعلمه إحنا، مش بين الحكومة بكل الحكومات الإسرائيلية، يعني كل الحكومات الإسرائيلية هي ائتلافية والأحزاب مش كلياتها مثل بعض، بس لكن هاي الحكومة هي علامة فارقة. لكن يعني
فيما يتصل بهذه الحكومة أنا أستطيع أن أقول التالي: أنها حكومة جديدة بسياسة قديمة. ذات السياسة التي كان ينتهجها نتنياهو وائتلافه السابق تتبناها هذه الحكومة، سواء فيما يتعلق في العلاقة مع الفلسطينيين وعملية السلام، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق في سياسة في القدس، في الاستيطان، فيما يتعلق بعملية السلام، وفيما يتعلق طبعا في الموقف من قطاع غزة، الإقليمين فيما يتعلق بالموقف من إيران والملف النووي الإيراني، وفيما يتعلق بالعلاقات العربية. وبالتالي احنا امام حكومة جديدة، صحيح بتركيبتها تغيرت الأشخاص، لكن ذات السياسة القديمة ما زالت مستمرة لغاية اللحظة الراهنة. وبالتالي ربما الإنجاز الوحيد الذي عملته هذه الحكومة إلى الآن أنها أزاحت نتنياهو من المشهد السياسي الإسرائيلي. تمام، بس أزاحت نتنياهو جابت حد أكثر تطرفا وتشددا يرفض الدولة الفلسطينية يعني تماما. يعني ليبرمان ليس هو تلميذ نتنياهو بالمناسبة، يعني ليبرمان يعني عفوا نفتالي بنت هو تلميذ نتنياهو وهو خريج مدرسته، وبالتالي هو بالتأكيد من القيادات الإسرائيلية الأكثر تطرفا وتشددا، وهو بالمناسبة مع الترانسفير، يعني مش ليس فقط هو ضد الدولة الفلسطينية، هو مع الترانسفير وهو أيضا مع سياسة الضم. وبالتالي نحن أمام وضع، لكن نفتالي بنت لا يستطيع أن يفرض سياسته، لأنه كما تعلم أن الحكومة هي مشكلة من 8 أحزاب، وفي على الأقل في قواسم مشتركة دنيا بالحد الأدنى فيما بينها، يعني على الأقل تضبط إيقاع سياسة كل طرف من الأطراف. فهل يمكن أن نتعلم من الأعداء؟ التعلم هو يجب أن يكون التعلم أولا من تجربتنا قبل ما نتعلم من الأعداء. تجربتنا بتقول أنه إحنا القضية الفلسطينية اليوم أمام مفترق طرق خطير وحساس، وعلينا استثمار الفرصة التي أتيحت لنا، خاصة بعد هذا النهوض الجماهيري الكبير، بعد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. القضية الفلسطينية عيد الاعتبار لها وفرضت نفسها على الأجندة الدولية وعلى الأجندة الأمريكية، هناك دعم وتضامن غير مسبوق مع القضية الفلسطينية في العالم كله وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في الحزب الديمقراطي الأمريكي، في نهوض، حالة نهوض شعبي واسعة بفلسطين، وحاضنة للمقاومة. حاضنة المقاومة لا تعني حاضنة لحماس، لأن الشعب الفلسطيني، لأنه أساس المشكلة بدأت في القدس، دفاعا عن الأقصى، دفاعا عن كنيسة القيامة، دفاعا عن في مواجهة سياسة التطهير العرقي في الشيخ جراح، في سدوان، في وادي حلوة. لذلك إحنا في وضع، وأنت لاحظي أنه الشعب الفلسطيني لم يخذ تجربة إضراب شامل شملت كل فلسطين التاريخية منذ عام 1936 بالإضراب الكبير، صحيح، كما جرى يوم 18 مايو الماضي. ده حقيقي، ده حقيقي. لذلك إحنا أمام وضع جديد، علينا أن نتعلم من تجربتنا، نتعلمه ونستغله. ونستغله. طب غدا في القدس ستشهد يعني متشددين يدعون ل يعني مظاهرات، وفي مقدمتهم وفي مقابلهم القوى الفلسطينية في القدس أيضا تدعو إلى تظاهرات. ماذا ننتظر في القدس غدا؟ بصراحة سيد لميس، هذا أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة. هل ستجرؤ الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تأجيل هذه مسيرة الأعلام اللي بسموها مسيرة الأعلام أو الرقص بالأعلام بمناسبة ما يسموها توحيد القدس كما فعل نتنياهو، أو تغيير مسار هذه المسيرة؟ إحنا في وضع حساس ووضع وقف إطلاق نار هش. أي توتر من الممكن أن يعيد إشعال المنطقة، إشعال الوضع في الضفة الغربية والقدس، وربما إشعال يعني إشعال حالة توتر غير يعني مسبوقة. كما تفضلت، في استنفار من كل القوى السياسية والمجتمعية في القدس منذ الليلة،
والتحضيرات جارية لمواجهة هذا العدوان. ولا المسألة هي ليست مسألة مسيرة إعلام، هي اعتداء على الأماكن المقدسة، هي اعتداء على حق المواطنين بالبقاء، هي اعتداء ومحاولة إهانة كرامة المواطن الفلسطيني والمقدسي وحقه بالبقاء والوجود في القدس. لذلك المسألة ليست بالبسيطة. وأنا أقول بصراحة، وهذه من خلال شاشتكم ومعي، إسرائيل ستتحمل والحكومة الجديدة ستتحمل مسؤولية إراقة الدماء غدا، وتتحمل مسؤولية تفجر الأوضاع غدا إذا لم تتخذ الإجراءات منذ الليلة بوقف هذه المسرحية اللي من الممكن أن تؤدي إلى كارثة. بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى ألا يحدث ذلك طبعا، ولكن أشكرك شكرا جزيلا من رام الله دكتور أحمد مجدلاني، وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.